مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع، حالة من الحزن تخيم على جميع أهالي قرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك حزنا على رحيل رجل البر والمواقف الإنسانية، رجل الصناعة والتجارة الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي. معانا أحد الأهالي هنا، عرفنا بنفسك. أحمد عبد الباري عبد العال قطب. قول لنا بقى احكي لنا عن المواقف الانسانيه اللي كان بيعملها الحاج محمود. والله الحاج محمود العربي لو اذنت لي عشان اتكلم عن المواقف تحتاج وقت ومسافات مساحات كبيره قوي من الوقت، ولكن باختصار ان الحاج محمود العربي بدا بالاهتمام باليتامى. اول حاجه كان عنده حط عينيه على اليتيم وكفاله اليتيم على مستوى القريه والبلاد المجاوره. الحاج محمود العربي اهتم بالتعليم، فأسس اشترى بعض الأراضي الكثيرة لإقامة المدارس من الابتدائي ثم الإعدادي بنين وبنات والثانوي والمدرسة الثانوي على نفقاته الخاصة، بالنسبة لشراء الأرض وإقامة المبنى عليها جميع المدارس من الابتدائي إلى المرحلة الثانوية. كذلك المعاهد الدينية، معاهد ابتدائي ثم اعدادي ثم ثانوي على نفقته الخاصة. ايضا اهتم بمعهد النموذجي على مستوى المركز، مركز اشمون في قرية ابو رقبة. ايضا اهتم ايضا بالقرآن الكريم وتحفظ القرآن الكريم لأهالي البلد وجميع البلاد المجاورة، وعمل مسابقات على مستوى القرية وعلى مستوى المركز، ويحفز الطلبة الحافظين للقرآن الكريم كل واحد في مستواه واداله. قول لنا بقى برضو المواقف الإنسانية اللي كان بيعملها مع الناس الغلابة هنا في القرية والناس المحتاجين. والله كان بيوزع عليهم بعض اللحوم، وكان بيوزع عليهم بعض الأغذية، وبيدرس حالة كل واحد وما كسفش أي حد راح له وخبط على بابه. طيب بالنسبة للأيتام كان إيه اللي بيعمله مع الأيتام؟ كان بيديهم معونة شهرية بدون ملابس، ويسدد لهم المصروفات في المدارس، وكان حاطط عينية عليهم وعناية كافية بحيث إن بيخلي اليتيم كأنه عايش في وسط أبيه، معاه أبوه، أو إن كانوا فقد الوالدين معاه ابوه وامه واكثر من ذلك كذلك. بالنسبه للغير قادرين بقى كان بيعمل معاهم ايه؟ المتزوج، الناس اللي هتتزوج يعني كان غير قادرين، بيبحث حالتهم ويعطيهم. في مؤسسات هنا مثلا كانت مؤسسات العرب هنا ما زالت بيرعاهم صحيا، وبيرعاهم بالنسبه للتعليم وبالنسبه للمعيشه في البيوت. حتى لو كان الانسان ما غير قادر على الكسب كان بيديله معونه شهريه، والى الان لم تنقطع المعونات للحاج محمود العرب. انجازاته كثيره جدا لا تحصى ولا تعد صراحه. واي اسره فقيره كانت اي عروسه مش قادرين يجهزوها كان بيجهزها، اي حاجه كان بيجهزها سواء من البلد من هنا من عندهم. طيب. او بره البلد. أوه. تاني. أوه. انا من سترين. وانا مش شرط بلده يعني. الله يرحمه الحاج محمود، الله يرحمه. والله كان اي واحده غريبه قريبه بيجهزها من كفه لشيء، يجيب الثلاجات، الغسالات، كل ما تحتاجه جهاز العروسه كاملا كان بيجهزه كان دي بنته، العروسه دي بنته وبيجهزها وبيعتني ويطمئن بنفسه ويتابع ويبعت ناس معينه لذلك من اجل تحقيق هدف تمام المراد يعني. وعمل انت من اهالي البلد برضه، عرفنا بنفسك كده. انا اسمي ابراهيم رمضان. أوه. انا من البرانيه. لسه مسجل هنا جديد في البلد. من البرانيه؟ هو عامل خير كتير في اي بلد. انا شاب دلوقتي خلصت مدرستي بروح اقدم عمل، مفيش اي حد هيعمل زي الحاج محمود عمله خالص. انا شاب لا وظيفتي، انا شغال في الصيانه عنده. كل حاجه متاحه. هو بيساعد الشباب برضه في تفوق فرص العمل. زيد على ذلك ان هو ما يعني البطاله هنا يعني بسيطه، حتى بسمع يعني هو قضى على البطاله. قضى على البطاله هنا على مستوى المركز. البطاله هنا خالص على مستوى المركز كله شغال. على البطاله هنا، على البطاله هنا خالص. ما خلاش بيعاني يعني معاهم بردك عمال. وبعدين بدايه الحاج محمود اصلا هو هدفه
اني اكل الناس عيش. ويقول لك انت ما انت شغال عندي ده انت شغال معايا. هو يقول لك كده. انت ما انتش اوعى تفكروا ان انتوا شغالين عندي. انت شغال معايا يا ابني انت شغال معايا المصنع بتاعك حافظ عليه عشان خاطر يستمر. تمام. برضه معانا احد اهل القريه عايز اعرفنا بنفسك. محمد احمد عبد البارح. قول لنا بقى يعني الحاج محمود كان بيعمل ايه هنا في البلد للحب الكبير اللي انا شايفه ده؟ الحاج محمود ده الاسطوره بتاعتنا، ده اللي مش هيجي زيه تاني يعني في حياتنا تاني. يعني اقول لك احكي لك ايه بس عن الحاج محمود، الحاج محمود عمل عندنا مؤسسه تحفيظ القران الكريم. كفايه ان حفظ اولادنا القران الكريم، انا عندي اولادي كلهم ختموا القران الكريم بسبب الحاج محمود العربي. الحاج محمود ده يعني عمل لبلدنا حاجات يعني بتنذكر على مستوى الجمهوريه. انا راجل شغال في الصيانه. الصيانه عنده يعني كل ما اخش اي بيت في اي بيت على مستوى الجمهوريه يقول لي ربنا يبارك لكم في الحاج محمود. كفايه ان مشغل الشباب الكويسه دي. كفايه ان هو بيشغل كان بينزل هنا البلد على طول؟ على طول بينزل لنا في جميع المواسم يعني على مستوى مدار السنه. في الاعياد بينزل، في رمضان الكريم بينزل، كل المناسبات بينزل يحضرها معانا. بيجي في الجامع لما كان بصحته، يعني لما كان بصحته بينزل، حتى لما بقى تعبان كده وما بقاش قادر يمشي يجي يسلم علينا ويمشي. يعني بيعلمنا ازاي نتعامل مع بعض، بيعلمنا ازاي يكون معانا الادب والاخلاق. يقول لنا يا اولاد لو في اي حاجه واقفه قدامكم تقولي انا ابوك. تمام. الحاج محمود بالنسبه لنا شيء مش هيتعوض تاني بالنسبه لنا والله. تمام. معانا برضو احد اهالي القريه هنا، عرفنا بنفسك. اسامه عبد النعيم السيد يوسف من قريه ابو رهبه مركز اشمون. هو الحاج محمود بصراحه الناس كلها زعلانه عليه. والله في ناس كتير بتقول خساره. يعني بص الناس دي يعني الراجل ده عمره ما يتعوض ولا عمرنا هنشوفه. بنى مستشفى بص عالميه، وعمل هنا مرتبات لناس دي برضه بتعالج الفقراء لو في حد تايه بتعالجه مجانا. لا دي حقيقه والله مش كلام. وفي هنا ناس مش شغاله وعامل لها مرتبات شهريه، وهنا كل فتره بسيطه تلاقيه بيجيب لهم الجوابات بتاعتهم والحاجات الحلوه. بصراحه الاهالي كلها زعلان عليه وربنا يرحمه. زي ما انت شايف كده كلنا متواجدين هنا لحد الصبح للناس كلها. هنقبل جميع الناس كلها وجميع اي كره غير القريه بتاعته، هنقبل الناس كلها. برضه معانا احد اهالي القريه، عرفنا بنفسك كده. اسمي بدر محمود ابو موسى. قول لنا ايه من اهل القريه. قول لنا ايه اللي اتعرف على الحاج محمود؟ الحاج محمود اولا من الشخصيات الكريمه جدا، من احسن شخصيات في مصر كلها. الحاج محمود خيره على البلد بحاله. قول لنا عمل ايه هنا في البلد؟ عمل مدارس، عمل معاهد، عمل حفظ القران الكريم. خيريات كتيرة ما تتعدش، لا أول ولا آخر. الحاج محمود من الشخصيات الكريمة جدا ومن أحسن شخصيات في مصر كلها. وربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة ويوسع قبره ويجعله يعني في ميزانات حسناته الخير اللي كل الحاج محمود عمله. زي ما أنتم شايفين قدامنا في استعدادات هنا مكثفة لتجهيز للجنازة غدا في مسقط رأسه الحاج محمود العربي رئيس مجموعة العربي لدفنه إلى مساء الأخير غدا بقرية أبو رهبة التابعة لمركز التابعة للفقر. أنا زيت محمود العربي. الحاج محمود. الحاج محمود الله يرحمه كان راجل محترم كويس. وكنت بقى يعني متابعه وكنت مع وأنا تابع النظافة وتابع أحمد الخشن. تمام. زي ما انتم شايفين لسه مستمرين معاكم في بس قريه ابو رهبه التابعه لمركز اشمون بمحافظه المنوفيه. من اهل البلد هنا؟ من اهل البلد؟ عرفت بنفسك كده؟ محمد عبد الله. قول لنا ايه لما عرفت خبر وفاه الحاج محمود عملت ايه؟ هنعمل ايه؟ طبعا احنا الراجل ده كان حاجه كبيره قوي بالنسبه للبلد. فتح بيوت ناس كتير. وحد يعني حد بالنسبه للبلد يعني رحمه الله عليه يعني حاجه عايزه كمان قرن عشان يعوض شخصيه زي حضرتك. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمك يا حاج محمود ورحمه كبيره. الحاج محمود ده عمل حاجات كتير لبلدنا وعمره ما يتعوض. ويا نفسي بجد نشوف شخصيه زيه بامانه. الحاج محمود مش عارف انه ليه بس هو الله يرحمه بجد. زي ما انتم شايفين لسه مستمرين معاكم في بس مباشر لاستعدادات مكثفه ل
الطرق ترصف الطرق هنا في قرية أبو رقبة استعدادا لجنازة غدا التي سوف يشارك فيها محافظ المنوفية ومحافظ الدقهلية وعدد من القيادات إضافة إلى أهل القرية والقرى المجاورة. هنا حالة من الحزن تخيم على جميع أنحاء قرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حزنا على الراحل الحاج محمود العربي رئيس مجموعة العربي. من هنا نقلنا لكم بث حي مباشر من قرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مسقط رأس الراحل الحاج محمود العربي.